مع الأزمات والتحديات العالمية، طبعا أزمة الطاقة في الصدارة، وفي شغل طبعا على مستوى عالمي، كل دولة بتحاول إنها تتكلم عن بدائل. إحنا طبعا كمان قطعنا شوط كبير ومهم في مسألة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكان الملف ده حاضر بالنسبة للاجتماع اللي ترأسه النهاردة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لمتابعة ملف الطاقة وكل المواضيع المتعلقة بها، بداية من الاستثمار في القطاع المهم ده، وكمان جذب المزيد من الاستثمارات ليه، خاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة زي ما بقول لحضراتكم. رئيس الوزراء أكد على أهمية العمل في تحديد المستهدفات المطلوب إن احنا نوصل ليها في قطاع الطاقة، وكمان متابعة المشروعات على الأرض علشان نوصل لنسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والكلام ده نوصل له إن شاء الله على 2030. طلب دكتور مصطفى مدبولي من خلال الاجتماع ده ان يكون في خطه واضحه ومحدده تخص الطاقه الاحفوريه والطاقه الجديده والمتجدده، بحيث انها تتضمن اللي هيتم تنفيذه على مرحلتين، المرحله الاولى ده هيتم من خلاله طبعا الشغل المبدئي، وبعد كده الاعوام الثلاثه اللي بعد كده، والثانيه لغايه 2030.